مرحبا يا جماعة الخير، أنا اليوم في فون، عندي في شغلة معينة، بس بالصدفة وأنا داخل بهاي البلازا شفت قطعة مطعم الرافدين، فقلت هذا أكيد المطعم عراقي. لما تقربت شنو شفت؟ شفت هاي القطعة يوجد لدينا أو لدينا باشا كل يوم سبت. طبعا أنا صار لي قرن ما أكل باشا بصراحة يعني، ولذلك نزلت أنه أجرب الباشا مالتهم وهم أسوي لهم إعلان يعني يستاهلون. وهذه الباتشا اجت، وهذا الاخ نورمان. نعم. اهلا وسهلا. طبعا أهلاً. بالصدفه نورمان تو فاتح المحل صار له اسبوعين، وانا اجيت يعني بالصدفه، فيحتاج دعم من الجاليه العراقيه. احكي لي انت يعني انت منين؟ من كركوك. انا من كركوك. نعم. وزوجتك منين؟ من دهوك. من دهوك. نعم. اهلا وسهلا بك. صار لك اسبوعين فاتح. نعم. المحل. نعم. شنو عندك بي؟ شنو تقدم من اكلات؟ يعني يوميه شكل. يعني يومي مو ثابت. لا مو ثابت مثلا يعني تعطينا مثال. برياني مره يابسه، باميه، شيخ محشي، تبسي. تمام. اي زين. هاي انت الباتشا على اي طريقه؟ على طريقه اهل الشمال، اهل الجنوب، اليمن الوسط، على الطريقه العراقيه كلهم. زين. جواب دبلوماسي. تمام. ناي. انت فون هنا، انا راح اخلي العنوان مالتك. انا يا بهذا المطعم جديد تو فاتح، والاخ نورمان هو وزوجته، هذا فاميلي بزنس، وتعالوا دعموه يستاهل، لان انا راح اجرب الاكل هسه، راح اجرب الباتشا. انت جايب لي الكراعين، انا اكل بس الراس يا اخوي، اسال كله ما راح اكل للاسف. هذا شنو هاي؟ اي رجل؟ يا اي ماكو شيء من الراس. لسان. لسان ممكن. خلي نجرب والله. ما راح نخلي المايك هنا. أنا هي ما تنكليش، أدري راح تحشون علي، بس ما يخالف على مود لوازم التصوير يعني. أوكي. لا والله خبر والله العظيم. خلنا اقول لك شغله، انا كلش حساس ويا الباتشا، لو اكلها لو ما اكلها بصراحه يعني. بس هذه باتشا يعني صدق تنكل وطيبه. اول شيء لازم الباتشا تكون نظيفه، زناخه ما بيها. اول شيء النظافه. احسنت حبيبي. ثاني شيء الزناخه، اذا زناخه بيها مو باتشا. ابدعت والله. اوكي حبيبي. هاي عندك شنو؟ هاي اليابسة، وهذا التمن، وهذا العدس، شوربة العدس. هاي مرقة البتيتة. اي تمام. فعندك فاصوليا بتيتة ورز وشوربة. اي تمام. وهاي السلطات عندك، وهذا السويت. اي زنابي وضافي اسوي هسه من صحتني. شنو اسوي ضافي صحتني؟ آه أنا آسف. لا ما يخالف حبيبي. يلا موفق يا ورد حبيبي. أنت دم والله. فهذا نورمان هو وزوجته من دهوك، هو من كركوك، زوجته من دهوك. دعموه لين يستاهل حبيبي. أشكرك حبيبي.